ثورة بدون تغيير بتبشر، فإذا عمليات التغيير ضرورية، وعمليات إصلاح المؤسسات عملية أساسية وضرورية. الجانب الرقابي مهم جدا، لأن لا يمكن لا يوجد حكم رشيد دون رقابة ودون محاسبة. وأظن النيابة الإدارية مهيئة إلى هذا العمل. أيضا التشابه إن إحنا فعلا نتلقى شكاوى عندنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهم أيضا يتلقون الشكاوى، فهناك مجالات للتعاون العديدة في هذا المجال. النهارده إحنا بنوقع بروتوكول للتعاون بين المؤسستين، وفعلا في مشاريع جاهزة سنبدأ بها، وهي تدريب 300 فرد سيبدأ مباشرة لعمليات الانتخابات والقيام برقابة أو بإدارة الانتخابات كقضاء بطبيعة الحال. فده أول الغيث، ولكن قدامنا مجالات كثيرة جدا. هيا أنا برحب مع المدير، والحقيقة إحنا كنا بنتكلم دلوقتي إن في مجالات كثيرة جدا للتعاون، إن شاء الله سنبدأ بها ونستمر في هذا النوع من التعاون. كما تفضل مع الوزير، هناك تدريب على الانتخابات، والانتخابات الجيدة هي ألف ب الطريق الصحيح، وبإذن الله نتعشى أن تكون كسابقتها بآلية الشفافية والنزاهة ويزيد. وليس خوفا من الآخر أو من الجهات أو هذا الكلام إطلاقا، وإنما اعتزاز كل مما بمصريته لم تستطيع أن تكون مصر الكبرى مشوبة بالتزييف أو التزوير أو هذا الكلام. هذا عيب بالنسبة لنا. مرة ثانية أؤكد أن البرنامج سيبدأ وسيبدأ ومنتهى التوسع.